نعرف برضو اللي بيحصل في الامارات قبل السوبر، قبل نهائي السوبر بين الاهلي ومودرن فيوتشر، من زميلنا المميز دون محمد صلاح ناقدنا الرياضي. محمد مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. كابتن كريم، انا اللي سعيد جدا 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 بوجودي معاك، وكنا نتمنى مصر كلها تبقى معانا في السوبر، في يعني في المحفل الرائع ده، والاجواء المميزه اللي دايما دايما بنشوفها في بلدنا الثانيه في الامارات. اصلا انت لما تقول كابتن كريم دي، الناس اللي بتتفرج علينا دول مش هيعرفوا ان احنا اصدقاء واخوات قوي يعني، فيعني عشان كده انا قلت محمد على طول، ما قلتش استاذ محمد. حبيبي حبيبي يا محمد. طيب قول لي بقى اللي بيحصل دلوقتي، الاجواء ايه؟ الكواليس ايه؟ التوقعات بحضور جماهيري قد ايه بكره؟ اشرح لي بقى، عايشني الوضع هناك عندك في الامارات. خليني اقول لك ان الناس في اهتمام غير عادي، في قليه كبيره جدا جدا من المصريين في مصر مهتمه جدا جدا بالسوبر، السوبر بشكله الجديد، يمكن شكل مختلف ما تعودناش عليه قبل كده، بوجود اربع فرق. خلاص الفرق قفلت على نفسها وكله بيستعد، عندنا المركز الثالث والرابع وعندنا النهائي. خليني اقول لك ان من ضمن الكواليس، كان طبعا كلنا عرفنا ان كان في بعض يعني مش عايز اقول لك المشادات، بس كان بعض القلق والكلام بين فريق سيراميكا وحكم المباراه الاولى طبعا ليه امام النادي الاهلي. لكن النهارده سيراميكا وهو خارج من الملعب كان صادف دخول بريرا، فيتور بريرا رئيس لجنه الحكام، ومعاه طاقم الحكام بالكامل، وكان الاستقبال منهم لا رائع، وكان في نوع من انواع الود، ووقفوا وهزروا واتكلموا، وكان منظر فعلا يليق بالكره المصريه، وكان ما فيش حاجه حصلت، نرفزت ملعب وخلصت. فدي كانت من الحاجات اللطيفه جدا جدا اللي الواحد سعيد بيها. طبعا المؤتمرات للفرق الاربعه واعتذار باتشيكو عن انفعاله في المؤتمر الصحفي الاول، كولر وحديثه عن ان هو جاي ياخد البطوله وان الاهلي دايما بيلعب على البطوله، اعتقد فيوتشر برضه بيحاول يحقق مفاجاه زي ما كان بيحاول يبقى برضه في يوم من الايام يعني سيراميكا فيوتشر حابب يكرر المفاجاه مره ثانيه زي ما فاجئ الناس امام بيراميدز، وطبعا ركلات الجزاء التاريخيه بالوصول ل 17 ركله جزاء. فالاجواء مميزه، المعسكرات هاديه جدا طبعا، يمكن بس بعض الاصابات اللي حكمت الامور في بعض الفرق، منها فيوتشر ومنها الاهلي بشكل كبير. الشناوي مش هيلعب بكره، هيبقى في تيست ليه قبل المباراه، هو بيحاول، لكن مصطفى شوبير لما نزل وشارك ظهر بشكل مميز جدا، وكان يعني هو دايما بقى مصدر اطمئنان للنادي الاهلي. لكن اعتقد ان هيبقى في اختبار للشناوي قبل المباراه انه هيقدر يلعب ولا لا، والشناوي انت عارف بيحب دايما يبقى موجود، خلاص قبل معسكر منتخبنا الوطني واستعداداته لبطوله امم افريقيا. لكن من اهم المفاجات اعتقد بشكل كبير هو بكره هيبقى التشكيل، يبدا مصطفى شوبير. مصطفى شوبير اللي هيبدا بكره. طب ما تقول لي بقى التشكيل بنسبه كبيره، مش هيبقى في تغييرات كثيره في التشكيل، لكن الابرز مصطفى شوبير، يعني ما اعتقدش ان هو هيجازف او هيبقى في تغييرات، لكن بشكل كبير هيبقى مصطفى شوبير اللي هيبدا، لان الشناوي عنده شد خفيف الاخر، لكن ان هم مش عايزين يجازفوا، مش عايزين يبعد فتره كبيره، انت عارف بالذات العضله الخلفيه دي بيبقى فيها قلق يعني في الاصابه انها ما تزيدش او حاجه. صحيح صحيح. محمد يعني حقيقي بشكرك، وقبل ما اقفل معاك يعني عايز بس اقول انه محمد صلاح يا جماعه كان اول رئيس تحرير لاول برنامج عامله في اون سبورت، كان العين الثالثه، كان معانا طيبي الذكر احمد عز الدين وكريم سعيد، فهو عشره حقيقي واخ حقيقي، مش ما كنتش بقول اللي هي الاخ دي مجامله يعني، هو طبعا دلوقتي واحد من نجوم فريق عمل برنامج حبيب الكل كابتن سيف زاهر. فصراحه انا بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك جدا، وانا كنت سعيد اني موجود معاك حبيبي حبيبي.